السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قناة اكلاتي النهاردة هتقدم لكم طريقة عمل الكبدة المكعبات بالثوم والبصل والبطاطس والبدنجان وكل حاجة حلوة. يلا بينا نشوف. عندنا نص كيلو كبدة متقطعة مكعبات، ليمونة مقطعة طرنشات، ربع كيلو دقيق، بطاطس، باذنجان، بقدونس، فلفل اخضر، فلفل احمر واصفر، طماطم مقطعة مكعبات، بصل، 4 بصلات متقطعين مكعبات. عندنا ثوم مفروم، زعتر، بابريكا، فلفل اسمر، شطة، نعناع، 7 بهارات، ملح. عندنا كوست الطيب. يلا نشوف هنعمل ايه. هنجيب بولة ونحط فيها الدقيق ونحط فيها الكبدة ونقلبها. نقلبها كده كويس، نحفرها بالدقيق. أكلة جميلة هتعجبكم، ده من اختراعي بقى. هنجيب مصفى كده ونحط فيها الكبدة، ننزلها كده، ننزل الدقيق من الكبدة، متخليش فيها دقيق خالص علشان الزيت ما يتغيرش لونه. بصوا، نرجعه تاني في الطبق. هنجيب البطاطس برضو ونعملها كده برضو زي ما عملنا كده. نعصرها بالدقيق. اكله حلوه قوي وجديده اخترعتها، قلت علشان ايه بقى احنا نعمل حاجه جديده شويه، مش كل مره الخضار وطبيخ كده. نجيب برضو حاجه كده، ننزل الدقيق برضو منها عشان ما تقلى الزيت ما يتحرقش. بس خالص اهو، نزلنا الدقيق. عندنا مقلاية هنحط فيها زيت، الزيت يقدح بس، ونحط البطاطس، نحط البطاطس تتحمر. نديها تحميرة حلوة كده ولون كريسبي كده، يبقى شكلها حلو. حمرنا البطاطس بقت لونها كريسبي، بصوا لونها حلو كده. نطلعها عشان نحط البدنجان. هنحط البدنجان برضو يتحمر. وجبة جميلة جدا، هيحبوها الكبار والصغيرين، وجبة حلوة قوي. لأول مرة أشوف قناة ناني محمد، يعمل لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكل حديث وكل اختراع من عندي. البدنجان بنحمره برضو لونه يكون كريسبي برضو.
خلاص كده نطلعه ونحط على طول الكبدة. نحط الكبدة كده تاخد صدمة برضو عشان لسه ليها دور تاني. نقلبها كده نديها صدمة كده عشان ايه تاخد لون، لون برضو احمر ما نطولش عليها يعني ما نخليهاش لونها غامق، نديها لون احمر كده حاجة جميلة. احب رأيكم في اللي انا بعمله، والله انا اهم شيء رايكم عندي، لو حلو قولولي برضه ولو وحش قولولي، يعني انا احب اغير من نفسي، لو في حاجه مش حلوه او محتوى مش كويس قولولي عليه علشان اغيره. نقلب فيها كده علشان ايه تاخد لون من كل ناحيه كده. ممكن بقى هي كده خلاص نطلعها، خدت لون حلو اهي. احنا كده الكبده، الكبده بتاعتنا ما استوتش، احنا مدينها لون بس كده ولسه هنحط لها، هنحطها بقى تستوي. عندنا المقلايه هنحط فيها حبه زيت ونجيب الثوم نحطه فيها كده، نحمر الثوم مش ما نحمرهاش قوي، ده ثوم وعليه فلفل مطحون كده، ننزل عليها بالطماطم نقلبها كويس كده. عندنا بصل ننزل عليها بالبصل كده، فلفل الوان حبة فلفل برضه كده، نسبكها هنقلب البهارات كده كلها على بعضها. ننزل عليها كده بالبهارات والملح والحاجات الحلوة بتاعتنا دي كده، نقلبها كده كويس. ننزل عليها بقى الكبدة كده عشان ايه تستوى. نقلبها كويس نخليها على نار هادية ونسوي الكبدة في الصوص بتاعها كده، هيبقى حلو طعمه جميل جدا. جربوها وما تنسونيش الاشتراك في القناة ولايك وشارك عشان يوصلكم كل جديد وآرائكم عايزاها. الكبدة بتاعتنا استوت وتسبكت خالص ما فيهاش اي حاجه، نحطها في الطبق نزينها نحطها كده. تغيير واختراع حلو يعني ان شاء الله هيعجبكم، وزي ما قلت لكم يهمني رأيكم جدا.
جربوها هتعجبكم. نجيب البطاطس نحطها كده، اهم شيء ان زي الطبق حلو يكون شكله جميل كده. الطماطم كده لازم يكون الطبق شكله حلو ويفتح النفس عشان الضيوف اللي عندك او اولادك يحبوا الحاجات دي. ندخلها لجوه كده شوية عشان نحط بقية الحاجة كده. عندنا كمان البدنجان جميلة، اهوت شكله حلو قوي، حاجة كده وجبة جميلة بنعملها. جربوها ان شاء الله، حاجة جميلة وسهلة، احنا ما بنعملش حاجة صعبة. عندنا البقدونس بدي برضو، البقدونس كده شكل جميل للطبق. حاجة وهم كده تعجبكم ان شاء الله. عندنا بصل، بصل ني عايزين تحمروه، ماشي، عايزين تحطوه ني زي كده كويس. عندنا الليمون، الليمون ده لازم. عندنا كوست التيب نرش عليها كده، طعم وريحة حلو قوي. عندنا العيش المقرمش كده جنب منها، عيش مقرمش بتبقى حلوة قوي بالعيش المقرمش ده. شوف طبقنا جميل ازاي. متنسونيش في الاشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد وكل حديث وكل اختراع. وبالهنا والشفا.